المرأة السورية التي كانت وما زالت تعد جزءا لا ينفصل بأي حال من الأحوال من كيان المجتمع الكلي، كما أنها مكون للمجتمع بل تتعدى ذلك لتكون الأهم بين جميع المكونات. للمرأة الأم بالتحديد دور كبير وتأثير فعال في مجتمعها، فلأي درجة يجب على المرأة أن تكون رسول المصانة وزرع المحبة بين أفراد عائلتها؟ مواضيع وقضايا رح نناقشها مع الإعلامية تغريد ريشة، رئيسة تحرير مجلة اليسار. كل عام وأنت بخير وأهلا وسهلا فيكي. كل عام وأنتم بخير، ويا ربي دائما تألق للإخبارية ولكل القنوات السورية. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي عن جديد. صباح يعني الخير. عم نحكي اليوم عن المرأة السورية مثل ما قالت زميلتي زينب إنه فعلا ختامها مسك. عم نحكي اليوم عن ضغوط كتيرة بالحياة وعن مسؤوليات كتيرة، فكيف تقدر المرأة السورية تخفف بهي الضغوط وتسهم بالإنتاج ورفع المعنويات ومستوى عائلتها كمان؟ هلا بداية نحن بدنا نقول إنه الضغوط على سوريا ضغوط بكل الاتجاهات، إن كانت في 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 أي عنوان نقول هنالك ضغوط على سوريا. الضغوط على المرأة على الأسرة تتضاعف. يعني الأم إضافة إلى الضغوط اللي بيعاني منها أي إنسان آخر، أي مواطن، أي فرد من أفراد الأسرة، هي عليها ضغوط يعني أن تخفف عن الأبناء، أن تخفف عن الزوج، أن تكون هناك حياة آمنة ضمن المنزل. هلأ بداية نحن بدنا نقول كيف نخفف الضغوط. بدنا نبدأ من أنفسنا. نحن بفترة لا ننكر أنه 7 سنوات من الحرب، من القتل، من التهجير، من معظم الناس، يعني هنالك من يقول أنا أجد أنني هنالك ضغط بحياتي، بعملي، لا أعرف الفرح إلى آخره. إذن جملة عوامل هي التي تتحكم بالإنسان في سوريا. بدنا نبدأ من الذات ونبدأ بالمسامحة، نبدأ بالنظر بعين الرضا لهذا الواقع، هذا ما حدث. إذن نبدأ من جديد. لا ننكر، يعني أنا إذا بتسمحوا لي بنجيب تجارب الأمم الثانية، يعني مرت بأوروبا بالقرن 16 مرت حروب عنيفة، حروب اجتساس بين الكاثوليك والبروستانت، كانت تحت غطاء الدين وهي كانت استعمارية بين أوروبا وإنجلترا. يعني لم يكن كما يحدث الآن في منطقتنا أنه تحت غطاء الدين وتحت غطاء، أنا ما بدي أتطرق للأديان لكن هو غطاء، أنا أحترم كل الأديان. بدأ الناس من يعني من 16 حتى حوالي القرن 19 بدأ فكر تنويري، استفاد المفكرون، النخبة، الناس، المجتمع، كلهم استفادوا من نتائج هذه الحرب المدمرة كانت لأوروبا. والآن أوروبا نراها هي سيدة، نقول سيدة العالم بالرقي بحقوق الإنسان، نحن نرى ما يظهر أو لمواطنيها نقول. إذن أنا أقول للمرأة ابدأي بالتسامح من المنزل، ابدأي بالتسامح من نفسك. يعني أنا عندي ولدين، أحد الأولاد اعتدى على شقيقه، أنا ما بجيبه وبضربه وبعاقبه الأخو قدامه، لا، أنا اللي أكل قتلي أو اللي انزعج بعطيه سكرة، بعطيه بسكوتي، بعطيه دفتر، بعطيه ورقة بقول له رسوم. هداك ثاني مرة بقول له أنت بس تصير تحب أخوك بعطيك، لأنه العقوبة دائما وأبدا قد العنف بيجيب عنف. وأنا ربيته للصغير اللي أكل أخوه عقوبة من شانه أنه هو بعدين يعاقب. إذن مسؤوليات المرأة يعني هكذا الله سبحانه أراد لها أن تكون مسؤوليات مضاعفة، إن كانت مسؤولية شخصية، إن كانت مسؤولية اجتماعية إنسانية، أقول مسؤولية أحيانا عاطفية. يعني الأم أحيانا قد تكون المرأة قد تكون أم لشقيقة، لوالدة، يعني تتعامل بهذه الأمومة. إحنا من إلا أمومة لكن هي بتكون إنسانية، بتكون طيبة، بتكون مزيد من العطاء. فلأنه نحن منقدس الأمومة، كل شيء بيكون جميل منحطه للأم. نعم، خلينا نحكي كمان ست تغريدة. يمكن الأم بسوريا مرقت عليها كتير ظروف، مرقت عليها كتير حالات، شفنا أم الشهيد، شفنا أم المفقود، شفنا أم الجريح. هي الأم اللي هي كمان هي قدام أولادها لازم تكون قوية حتى فعلا تضبط البيت، مثل ما قلتي هي ضابط البيت بكل المشاعر وحتى تنظيم البيت بالضبط، يعني مع رب الأسرة حتى لو كان مو موجود صارت عم تاخد دوره. فكمان نحكي عن الأم اللي تعرضت لها المواقف. هلأ ما
تحكى عن الأم السورية الحقيقة أنا كإعلامية أحياناً أقف عاجزة عن شرح وتوصيف القدرة والشجاعة ومحبة الوطن للأم السورية، وهذا يعني ليس كلام إنشائي أو كلام على إحدى شاشات الإعلام. المرأة السورية الحقيقة ما بعرف كأنه قدرها دائماً أن تتحمل، يعني مرأة بتشوفيها أنت بتقلك بيكون رايح لشهيد واثنين والثالث تقول سوريا تستحق. إذن سوريا التي تملك هذا المخزون البشري من المحبة، من المواطن الصحيحة والحقيقة، من التضحية في سبيل الوطن، بإذن الله بدها تلملم الجراح وبدها تعود. نحن نرجع للأم، الأم قلنا أنه الله سبحانه خص بهذه الخاصية التي هي المحبة، التي هي المودة، هي العطاء، التسامح، القدرة على العطاء للجميع. يعني أحياناً الواحد بجوز قد يقتصر على صديق أو صديقين أنه يبس له همه، بينما الأم قادرة لو 10 أولاد أن تعطيهم المحبة، نفس العطاء نفس العناية، تكون حاضرة بكل وقت. يعني الأمومة مهمة إنسانية، مهمة ما بعرف شو بدي أقولها، هي مهمة إنسانية قبل كل شيء. بحنان الأمومة، بعطاء الأمومة استمرت البشرية. الأم السورية مهمتها هلأ كبيرة كتير، لديها فرصة أيضا في أن توطد أواصر المحبة ليس في الأسرة فقط ولكن في المجتمع المحيط. تبدأ من نفسها أنه أنا ما بدي استجر الماضي، ما بدي أقول لو عملنا كذا، ما بدي أقول فلان هجم فلان عمل، نحن بدنا نبدأ كلمة مصالحة وكلمة مسامحة يجب أن تكون عنوان لكل امرأة ولكل أم، والأم هي القادرة عندما تتحدث ببيتها مع أولادها مع جيرانها مع إخواتها، يجب أن تبدأ، لأن كلام الأم مسموع دائما، محترم دائما. أحيانا بالحضور أو بالوش قد يتمرد أحدهم ويقول لا أنا ما بدي هيك، لكن دائما وابدا بيرجع، لانه مثل ما قلت لك علاقه الامومه، علاقه الام باولادها دائما فيها احترام في طاعه. الام بدها تبدا بانه تقول نحن بدنا نتسامح، بدنا نعيد بناء سوريا، تبدا من بين الاخوات اللي متزاعلين، تبدا لبين الاولاد، الاولاد يعني كمان هي مو انه بس ام، كمان بدها تكون كجدي ايضا، لانه بتتوسع العائله بتتشعب، فهيك دورها وهيك بدها تكون، لانه هي سوريا تعني السيدة الأم والأم تعني السيدة. فنحن قدرنا مثل بلدنا نتحمل دائما ونسامح دائما ونبني الأفضل دائما بإذن الله. نعم. اليوم شو بتحبي توجهي نصيحة لكل سيدة سورية ولكل أم هي قادرة أنه تنهض بعائلتها للأمام وتبني مستقبل إيد بإيد مع أبنائها، وحتى تسامح وتغفر حتى على الماضي يلي راح؟ شوفي لقلك هلأ، هو التسامح مثل ما ورد باللغة العربية هو الصفح، العفو، المسامحة بتكون من القادر. الأم اللي إجا عليها وقع عليها الظلم، وقع عليها الثكل، الأم اللي فقدت زوجها وفقدت أولادها وفقدت، تبدأ بالمسامحة، لأنه إذا بدي تترك الحقد بقلبها، حب الانتقام إذا بدها تسعى له لا سمح الله، هذا بيعيق عن أنه تعتني بأسرتها، هذا بيعيق عن أنه هي تعيش حياة آمنة، لأنه من يكون لديه غليان نحو الانتقام لن يكون آمنا أبدا. هلأ مثل ما قلت انتبهت، يعني هذا ليست حالة فريدة في سوريا، بكل دول العالم مرت عندها حروب أهلية، مرت عندها نزاعات أهلية. هلأ نحن بدي جيب ألمانيا مثلا، كل دول العالم اجتمعت على ألمانيا وتدمرت ألمانيا وتشردت ألمانيا مدت يد المسامحة لكل الدول اللي خربتها وأعادت توحيد ألمانيا، وهي من أقوى الدول وأكثر الدول أمانا وأكثر رفاه اقتصادي. لو ظلت ألمانيا عم تستعد للحروب بعتقد ما كانت بنت هذا الصرح العظيم من الاقتصاد ومن الحضارة. أكيد تغريدة مثل ما قلتي، يمكن الأم السورية تشبه الأم الكبيرة سوريا، وسوريا ولادة للفرح والمحبة والعطاء، وأيضا للرجال اللي عم يحموها. أنا بدي أتشكرك على وجودك كأم وصحفية عاملة وجدة أيضا، تحية لك لوجودك معنا. شكرا لكم، شكرا للإخبارية اللي بتابع بشغف دائما، وواضيعكم دائما بتلامس مشاعري، بحس أنه بتشجعني على أنه فعلا أبدأ شغلات جديدة. شكرا لك وتحيتنا كمان اليوم لكل أم سورية هي كانت الجبل الحقيقي بظل هي الأزمة يلي عانينا منها كلياتنا. شكرا لك. شكرا.